انت قلت لي البرلمان ومراقبة الحكومة، البرلمان شلون يراقب الحكومة اذا 275 نائب هم ملاك ائتلاف ادارة الدولة وهم مشكلين الحكومة، وهاي الحكومة تعود لهم، هذا اللي عنده وزيرين، هذا اللي عنده وزير، وهذا اللي عنده اربع وزراء. انت اليوم من تجي تحكي على اي وزير، مشكلة في انه انت من تتكلم على الوزير كأنه انت تتكلم على الحكومة، هذا خطأ كبير جدا. اداء الوزير يختلف عن اداء الحكومة، اكو اداء وزراء بصراحة ليس بمستوى المسؤولية وليس بمستوى تنفيذ البرنامج الحكومي اللي وعدونا به.